بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 66. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في ختام الآية التي تلوناها في الحلقة السابقة: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. معناه أن الله سبحانه وتعالى لن يبخسهم شيئا من أعمالهم ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم، فلا حاجة إلى أنهم يزكون أنفسهم عند الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم حقيقتهم ويعلم أعمالهم ودخيلة نفوسهم، وأيضا هو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، كما قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فإذا كان كذلك، وأن الله يعلم أعمالنا كبيرها وصغيرها، ظاهرها وخفيها، وأنه لا يظلمنا شيئا من أعمالنا بل يوفرها لنا ويجازينا عليها ويضاعفها من عنده، فضلا من عنده، فلا حاجة إلى أن نزكي أنفسنا عند الله ونقول نحن عملنا وعملنا ونتكثر بأعمالنا، فإن هذا حري أن يكون سببا لبطلان العمل. بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. هذا تكفل من الله جل وعلا في أنه لن يضيع لديه عمل صالح، كما قال تعالى: ولا نضيع أجر المحسنين. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالله لا يضيع لديه عمل عامل ولا ينساه سبحانه، ويجازي عليه أعظم الجزاء ويتفضل منه بمضاعفته: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فلا أحد يخاف أن الله يعذبه على غير جرم وعلى غير ذنب، أو أنه يعذبه بعمل غيره، ولا يخاف أن الله يضيع شيئا من حسناته. فلا يخاف الظلم ولا يخاف من عدم العدل. والله جل وعلا في الحديث القدسي يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فالأعمال الصالحة وإن كانت قليلة فإنها قد حفظت للعامل عند الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا تكفل بالجزاء الأوفى لأصحابها. والفتيل هو أقل شيء، وهو الخيط الذي يكون في فلق أو في فلق النواة، الخيط الرقيق الذي يكون في فلق النواة، وهو أقل شيء وأضعف شيء. ومع هذا، لو كان للإنسان عمل صالح يوازن الفتيل فإن الله لا يضيعه، بل يضاعفه أضعافا كثيرة. ثم قال جل وعلا بعد هذه الآية: انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. انظر أيها الرسول،
وكل من له بصيرة فإنه ينظر إلى هؤلاء ويعجب من صنيعهم وأنهم يفترون على الله الكذب حيث يزكون أنفسهم على الله، فقد قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. فهم يفترون على الله الكذب بهذه الدعايات، يفترون على الله الكذب في احتجاز الجنة لأنفسهم واحتجاز الهداية لأنفسهم، وادعاؤهم أنهم أبناء الله. أبناء الله يعني عباده الفقراء إليه، أبناء الله يعني عباده وأحباؤه، أن الله يحبهم وأنهم قد حازوا عند الله على المقام الأعلى، كل هذه الدعاوى. ولذلك تحداهم الله في الآية الأخرى فقال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فأبطل الله دعواهم وتحداهم أنهم إن كانوا صادقين أنهم يحبون الله فإنهم يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، ولما لم يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم دل على أنهم كاذبون في دعواهم وأنهم كفرة مشركون. فكيف مع هذا يفترون على الله هذه الأكاذيب ويدعون لأنفسهم هذه الدعاوى عند الله؟ والله جل وعلا يقول ومن أظلم ممن كذب على الله، ويقول سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انظر كيف يفترون على الله الكذب، وكفى به إثما مبينا، هذا وعيد شديد لمن كذب على الله أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا أعظم الكذب وأعظم الافتراء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.